الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. دكتور أحمد، مساء الخير يا فندم. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام تعالى ورحمة وبركاته. الله وبركاته، أهلا بحضرتك دكتور أحمد. أهلا بك يا هانا. دكتور أحمد، الشيخ مبروك عطية قال إنه كتابة المواريث قبل الوفاء هتؤدي لنار جهنم. طيب، الناس بتسأل هل اللي بيقوله الشيخ مبروك عطية صح؟ كتابة المواريث قبل الوفاة هتودي نار جهنم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب الفهم الدقيق لمسألة فقه المواريث. نعم. الأب حينما يكتب بيع وشراء ولو صوري أو يكتب عقد هبة، ده لا علاقة للمواريث، لا من قريب ولا من بعيد. لأن ركن الميراث حياة الوارث وموت المورث. فالأب ما زال على قيد الحياة، كون أنه هو يكتب أملاكه لأولاده سواء الذكور والإناث أو الإناث فقط. هذا بيع، اسمه بيع، عقد بيع وشراء ولو صوري. كونه يكتب عقد هبة، هذا عقد هبة. وهذا جائز، لأن الإنسان في حياته حر فيما يملك. فلا بأس، لأنه لا مانع حيث لا مانع. يعني إنسان هيبيع ويشتري، لنفرض باع لأجانب، هل تبطل تصرفاته؟ لا تبطل تصرفاته، لأن غير محجور عليه. لأن غير محجور عليه. لكن في خلط، الناس متصورة ان لما يجي اب يكتب املاك وبيع وشراء او هبة لبناته او لاولاده الذكور والاناث انه بيورث. هذا خطأ في خطأ في خطأ. فارجو اللي بيتصدى لإثارة هذه الامور ان يرجع الى علماء الفقه الاسلامي. اما مسألة القضية الثانية، ان في بعض المناطق يعني عندنا بعض العادات والتقاليد دي مساله ثانيه، معلش، دي لا شان لها بالمساله الاولى. ايوه، دي قضيه ثانيه خالص. أيوه. فكون ان في ناس بتمنع البنات من الميراث، ده فعل الجاهليه. ده بيحصل عندنا يا دكتور احمد، حضرتك طبعا عارف، ما انا فاهمه. اقصد يعني انه للاسف الى الان ده بيطبق عندنا في مصر في بعض العادات والتقاليد. فعل جاهليه، هقول لك بس ليه. اتفضل. لان اولا لو تمت التوعيه بايات المواريث في سوره النساء، يوصيكم الله في اولادكم، ما قالش ابنائكم. الاولاد هنا يشمل الذكور والاناث. وصيه من الله، فريضه من الله، تلك حدود الله. لو تمت التوعية السليمة بفقه التركات وفقه المواريث، سواء من المؤسسات الدينية والمؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الإعلامية، إن شاء الله إن هذه الجريمة اللي هي منع البنات من الميراث بتتضاءل وتختفي. لكن المجتمع مشغول بقضايا هامشية لا تقدم ولا تؤخر ولا تسمن ولا تغني من جوع. طب ماذا نصنع؟ بس يعني ده وبعدين اين مؤسسات المجتمع المدني المعنيه بقضايا المراه؟ ليه ما تنظمش يعني قوافل من العلماء ومن الوعاظ ومن الدعاة؟ دي حاجات قديمه وللاسف مكمله. عايزين مجالس الهوانم تتحرك. اتركوا المكاتب المكيفه وانزلوا عالجوا المشاكل على ارض الواقع. خدت بال حضرتك؟ انما احنا يبقى عارفين ورصدين المشاكل وبس عاملين على مواقع التواصل ندين. طب ما هو العلماء قالوا ايه؟ لا يفتخر العلماء بكثره العقاقير ولكن بجوده التدابير. ليه فين مؤسسات المجتمع المدني؟ فين؟ بس هي تربت على كده يا دكتور أحمد، حضرتك بستأذنك تسمعني. هي تربت على كده، وامها يعني كانت كده، وجدتها كانت كده. يعني في موروثات، خلاص ان احنا نصل الى اليأس والإحباط ولا نعالج؟ يعني ولا نعالج ونبقى سلبيين ونبكي على اللبن المسكوب؟ لا، لابد من العلاج.
لابد من العلاج ولابد من التذكرة ولابد من التوعية. أيوة. إنما حضرتك يعني اسمعي تروح وتخبط عليها وتقول لها لازم تعرفي حقك إيه لا. حقوقك إيه ما هو مش لاقية مؤتمرات ولا ندوات مفيش تمام.